الآن إن شاء الله مع فقرة الإنشاد لتلاميذ الصف السادس باء مع التلميذ أنس يقدم لكم النشيد الوطني مع الألحان والموسيقى. افتتاح قاعة مدرسة المصطفى للموسيقى ومسرح الدمى، تعتبر من المواد الأساسية في استخدام الوسائل للتعليم، حيث تكون قريبة من الأطفال في إيصال المادة، ونهدف إن شاء الله لاستخدام كافة الوسائل التي تخدم التلاميذ في التفاعل مع المواد الدراسية كموضوع قراءة أو قصة، تهدف إلى تنمية السلوك داخل التلميذ مع التفاعل معها من ناحية الشخصيات المقدمة له. أيضا تستخدم في التربية في نقل الأفكار السليمة للتلاميذ عن طريق الرسائل الموجهة لهم من الفعاليات المقدمة بالموسيقى، باستخدام الموسيقى وباستخدام مسرح الدمى. أيضا الأستاذ محمد هاني داود مدير مدرسة المصطفى الأولى للبنين.